السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين يا رب بخير بالنسبة اللي بيتفرج عليا لأول مرة ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وأهم حاجة يفعل الجرس على كل عشان يوصل له كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جمال الأقمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له مباراة قوية جدا جدا ومن الأرض تجمع بين منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة كأس العالم 2022 تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 5 9 عام 2021 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، العشرة مساء بتوقيت كل من مكة المكرمة والعراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية. وتذاع المباراة بالمجان من خلال أحد القنوات أو أحد الأقمار اللي أذكرها لوقت لحضراتكم. حيث يمكنكم مشاهدة المباراة بالمجان عبر قنوات تي ار تي سبورت الموجودة على القمر التركي موقع 42 درجة شرق القمر التركي بيسهل استقباله بأطباق وتبدأ من 60 أو 70 سم موجودة على قنوات تي ار تي سبورت على ترددات 11 9 أول تردد معانا 11 0 9 6 معدل الترميز 30 ألف اتش أو رزين أفقي وتردد آخر بيعمل بنظام الاس دي 11 9 5 8 معدل الترميز 27.500 500 في أو فيرتيكال أو راسي وأيضاً تردد آخر بيعمل على الأجهزة الـ HD فقط 11054 معدل الترميز ألف والقطبية V أو vertical أو راسي يبقى من خلال أحد الترددات اللي ذكرتها لحضراتكم الموجودة على القمر التركي هتقدر تتفرج عن المباراة القوية اللي هتجمع بين البرازيل والأرجنتين وأيضاً الأمر الثاني معانا اللي هو اللي سات بموقعات 52 درجة شرق موجودة على خنوات فرزيتش HD موجودة على تردد 11785 معدل الترميز 27500 والقطبية H أو رزين تلا أو اخر امر معانا الان تلسات موقع 62 درجه شرق موجود على قناه ايرف ريزيتش على تردد 11 معدل الترميز 30000 الف في او فيرتيكال او راسي يبقى بطريقه سهله جدا من خلال احد القنوات اللي ذكرتها لحضراتكم هتقدر تتفرج على المباراه القويه اللي هتجمع بين منتخبي البرازيل والارجنتين ضمن تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله كأس العالم 2022 مع اطيب التمنيات للجماعه بمشاهده ممتعه اشوفكم على خير في حلقه تانية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته